موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. عقد الدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائية توري اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه تم ويجري تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4362 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، حيث بلغ أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها حوالي 2812 كيلومتر، وجري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلومتر. كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان، وجري العمل بأربع عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة. تنطلق اليوم أولى رحلات قطارات تلج الفاخرة بالركاب من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث يتم تثبيت موعدين في جداول التشغيل يوميا، ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة أسوان إلى جانب خط القاهرة الإسكندرية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا، وذلك بمحافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية. يلتقي فريق إنبي نظيره أسوان في الثالثة إلى الربع عصرا على ملعب استاد أسوان، بينما يستضيف استاد حرس الحدود المباراة التي تجمع بين فريقي حرس الحدود والبنك الأهلي في الخامسة مساء. كما يلتقي غزل المحلة فريق فاركو في نفس التوقيت على استاد غزل المحلة، هذا ويواجه فيوتشا فريق طلاع الجيش في السابعة مساء على ملعب استاد السلام، وذلك في إطار لقاءات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.